همي وخبيها وعمر ابن العالي راسي وعاشنا حبي وابنيه لو زيك من نور الشمس مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بالمشاهدين وين ما كنتم صحة رمضانكم رمضان كريم ان شاء الله يدخل علينا هذا الشهر بالخير والبركة والصحة للمشاهدين وين ما كنتم اولى ايام هذا الشهر المبارك اللي اكيد قضيتوه في صيام وعبادة وراح نقضيه احنا بعض الوقت منه في رفقة احبابنا ونجوم ومشاهير من كل الوطن العربي 5 سنين يوجه الخير مع بعض هذه خامس سنة خامس موسم خامس شهر رمضان نقضيه مع بعض في كان فيه كتير اشياء حلوة كان فيه ألفة كان فيه احلى الليالي اللي طبعا زارونا فيها وجوه الخير من كل انحاء الوطن العربي وانا وننسي اليوم راح نستقبلكم ونفتتح هذا الموسم الجديد واكثر من 30 ليلة لأنه في ليالي العيد أيضا راح نترافق مع بعض يوميا من 10:30 إلى 12 بتوقيت السعودية ولبنان مساء الخير بلال ينعاد عليك صح فطورك والله يسلمك صح فطورك انت كمان وأكيد تحية لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا اللي يتابعوا معنا ليالي رمضان مثل ما قلنا راح يكون في عندنا نخبة من ألمع نجوم الفن طبعا دراما كمان ومصممين راح نتعرف عليهم سوا بحلقاتنا ونتعرف على آخر تصاميمهم نجوم اكثر شفتوهم في سنوات اللي فاتت وراح تشوفوهم في هذه السنه ايضا اما الوجوه الاكثر والاقرب الى قلوبنا هم اللي رافقونا 30 ليله واكثر من بين هؤلاء المايسترو اللي رافق اهم النجوم من حول العالم في الوطن العربي ورافق نجومنا اللي بيجوا في برنامجي بي لايف الكبير بفنه وبثقافته وبعراقته يغني مع الكبار ويغني يمكن مع يعزف وراء مواهب شابه هذا لا يقلل من قيمته بل بالعكس يزيد من ثقافته الفنية ويثري على برنامجنا الكثير نرحب بالمايسترو بسام بدور أهلا وسهلا فيك أنت أعضاء الفرقة متاعك ما شاء الله عليك وتنورنا مثل العادة أهلا أكيد. وسهلا الفرقة اللي استفتحنا فيها هذه السهرة كاليستا جروب تحياتنا ليهم وأكيد رح نتعرف عليهم خلال هذه الحلقة إن شاء الله وطبعا في عنا أور شيف فؤاد شرف اللي دايما بيرافقنا في ليالي رمضان وراح ندردش معه اليوم ايضا طبعاً. ونتعرف على جديده مع فندق الريفيرا طبعا واول ضيف ماشي طبعا اول فنان ما عبالك تعرف عنه بلا أول فنان طبعاً دايماً بنحكيه عن الثقافة اللي نبع منها البيت الفني العريق اللي نبع منه وتشرب من ثقافة والده الأسطورة فأكيد راح يكون هو أيضاً عنده طريقه الخاص تميز بموسيقاه بتأليفه للموسيقى بتلونه بين الغربي والعربي لأنه تشرب من والده الكبير رحبوا معي بأنس صباح فخرية رمضان لنشوفك مثلا يعني نقول بليز انت اللي بتضل في العين ما شاء الله وكان داير الدنيا ومضل متابعينك من بعيد لبعيد يا اخي يا حبيبي كنت عم دردش معه لانس على فكره بلال اول سنه بسائب انا وياه قد ايه هو بيكون دائما موجود معنا وحاضر خلال شهر رمضان استغربنا بس اليوم اول مره من حسن حظي لهلا مرقشين من حسن حظي رمضان كريم رمضان كريم كل عام وانتم بخير عليكم بالصحه والسلامه يا رب وعلى المشاهدين جميعا
وبشكركم انه اتحتوا لي هاي الفرصه اليوم التقي مع الجمهور الحبيب ونعايدهم بهالمناسبه. بنتمنى ان شاء الله ربنا يعيد هالمناسبة العظيمة شهر رمضان الكريم بالمحبة والسلام يا رب للجميع. يا رب. كيف الوالد؟ كيف الوالدة؟ الحمد لله الكل أمورهم طيب راهم بخير وممتازين وبيسلموا. سلامتنا لهم أكيد. خبرنا أنس أجواء الرمضانية شهر رمضان المبارك، بس هيك نذكر هالشهر هيدا، شو ذكرياتي اللي بترجع على بالك؟ هلا أكيد يعني حميمية الجو بيفرض رمضان نوع من الهدوء لنقول. هلا كان من قبل اهدى، هلا صارت شوي الميديا لنقول غيرت وجه العالم ككل، واكيد اثرت على رمضان، بس مرتبط بذاكرتي رمضان اولا بالاطعمه المميزه فيه للشهر، واللي خصوصية يعني ما بتشوفيها غير برمضان، وهي بتميزه حقيقة. الطقوس، حالة الروحانية والعبادة، و يعني له طابع سبحان الله هيك خاص جدا الشهر. كل ذكرياته جميلة، يعني ما حدا عنده أي، ما بتخيل في حدا عنده ذكرى مش حلوة برمضان. هلا بتسيب لربما، ولكن بشكل عام بتحسي بتزيد نسبة الطاقة الإيجابية وبتنقص نسبة الطاقة السلبية. حلو كيف الكل بيبذل مجهود ليخلق جو حتى لو مش موجود، اللي عايش لحاله بيحاول يلاقي له جو، إما مع الأصدقاء أو مع الناس، الأهل والعائلة بيجتمعوا حول طاولة واحدة، فهيدا شيء كثير كثير حلو. رح نحكيوا عن أشياء كثيرة مع ناس اليوم، نحكيوا عن شو كيف صارت العلاقة بينك وبين هالعاصمة الجميلة بيروت، لأنك عم بطلت ثلاث ليالي في أحد أرقى وأفخم الأماكن في بيروت. لكن خلينا نسمع شيء هيك في بداية الحلقة، شو تسمعنا؟ مصر يعني أنت بلال؟ إصرارا تفصيلا طبعا إلحاحا. صدق قلبي
صدى قلبي بصفو محبة يا خير من أعطى الجزاء والنعمة. وقدك الميس يعود لغصين الوالي كم يوسف. قدك الميس يعود لغصين الوالي كم يوسف. إن أحلى النار في نظري جل من سواه يا قمري. ما شاء الله عليك حبيبي. هذه فقط بداية أولى سهرتنا على ليالي رمضان من بي لايف. مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا والاتصال على الهواء مباشرة من خلال الرقم الذي يظهر أمامكم على الشاشة. راح نكون سعداء لاستقبال اتصالاتكم. نبارك لكم هذا الشهر ونقول لكم صحة رمضانكم، صحة شريبتكم أو فطوركم إذا كنتم قاعدين على مائدة الإفطار في شمال أفريقيا وفي باقي الدول. راح نكون سعداء إذا استمرتوا معنا. لازال لدينا الكثير من الأشياء الحلوة والمفاجآت. أنا من النوستي، راح نروح على فاصل ومن بعد الفاصل فعنا المزيد من الضيوف بانتظاركم. حلفائي وحياتك. ليالي رمضان من بي لايف وبتنضم لنا هلا فنانه شابه بتسحرنا بصوتها ورح تزيد سحر على جلستنا. اهلا وسهلا بإليانا مبارك. Oh!
فيكي. رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير والصحة. وعليكم يا رب وعلى كل يلي عم بيحضرونا، على كل المشاهدين. احنا دائما هيك بنحب انه ضيوفنا بيكونوا بيشبهونا نوعا ما، وإليانا كنتي طبعا زرتينا كذا مرة، لكن بحس انه قلة انت في اطلالاتك على التلفزيون صح؟ يعني بحب اطلع بالبرامج يلي انا كمان بحس حالي مرتاحه فيها. حلو كثير. يعني اهلا وسهلا فيك. هيك اتفقنا. ايه صح. هيك اتفقنا. يعني انا بحبكم كثير مشان هيك بضل كل سنه بكون عندكم. حبيبتي. اليانا اسم الله عليكي، سفراتك كثير دائما هيك من بلد لبلد بتكوني، هالشيء ما بياثر عاده على استقرار الفنان؟ لا هلا بالنهايه الفنان كمان بحاجه انه يسافر، لانه كمان خارج لبنان بالدول العربيه انه حلو كثير انه ينتشر اسمه للفنان وينعرف اكثر. بقى انا بجرب قد ما بقدر انه اكون شوي بلبنان وشوي برا، يعني اقدر نسق بين الاثنين. حلو كثير. انا سمعت شوي اليانا قبل شوي بالبروفا، شو رايك؟ خامه رائعه جدا يعني، و يعني بيميز الفنان اخلاقه، اهم شيء بالفنان اخلاقه، فهي على قدر كبير جدا من لنقول التهذيب والاناقه كشخص، ما عدا انه صوته مقتدر يعني، عندها خامه جميله جدا، وهي متملكه موهبتها بشكل جيد يعني، مسيطره على لنقول الادوات اللي عندها، فهذا بيعمل كومبينيشن جميل جدا. ميرسي، إلي الشرف كون معك. الله يخليكي. لا اللي انا وعدنا لهلا بنمرن صوتنا ونشتغل عليه على طول. لا لا لك سوري، انا هذا هيدي الخامه اللي عم اقول لك متملكه، هيدي الخامه اللي بتسمعيها هيك، هذا صوت مشغول عليه يعني، مش منه انه حدا والله انا صوتي حلو وعبالي غني. لا تمرين على طول، ما فينا نوقف. حلو كثير. يعني مثل باردون اشرب، مثل يلي بده يعمل رياضه مثلا ما بيقدر يكون رياضي محترف اذا ما ضل يتمرن. صح. والصوت نفس الشيء يعني، لازم يضل يتمرن تا يضله يجوهر مثل ما بيقولوا باللبناني. الفيديو كليب اللي شفناه هذا اخر شيء لك؟ اخر اغنيه. شو هي كانت؟ البنت العربيه. اخر اغنيه. اوكي. من كلمات مارسيل مدور، الحان هادي خليل، توزيع باسم رزق، والبنت العربية طلعت معنا. طيب هني هيدا كان جرافيكس كانوا حاطينه هي بعد ما تصورت. مزبوط. ايه وسمعنا بس منها شوي، سمعينا يا ريت. بالك تسمع. يلا مايسترو البنت العربية. We'll be right back.
شرعية ما بتغلط ما بعرف. الموضوع حساس. الموضوع كثير حساس. بفكر انه حقيقة هو ما انه حكر على لنقول العربية او الاجنبية او الغربية او الهندية، بس جد يعني العرب عندهم خصال مميزين فيها خاصة بالكرامة وبالشرف وبالعنفوان وهالامور هيدي، واكيد التعميم خطأ يعني ما بجوز حدا يعمم انه بس الموضوع هو جريء الموضوع ملعوب. يعني انا بس سمعوني الكلمات انقذت بالاول بس لا رجعت سمعتهم وسمعتهم حبيت حسيت موضوع جديد يعني. والناس شو قالت بس سمعوها حبوا يعني الكلمات. انا مطرح ما بغني عم بحبه ما بعرف انت حبيته لا مقدومه الكلمات كثير حلوه يعني هيك تريكي. الموضوع جديد فيها حبكه يعني لا نايس. وانت دائما بتعتمدي انه هيك يكون في مواضيع من اغانيك مناهضه للعنف ضد المراه للام للاطفال. هلا هي ثابت هيدي الغنيه هيك يعني قبل عملت الاغاني كانوا كلهم حب وعشق وتعشق غيري صدقني ما بيلبق لك يعني كان غير شيء بس هيدا الموضوع هيك اول شيء انقذت منه مثل ما قلت لك بعدين حسيت لا موضوع جريء وحلو انه ليه لا يعني ريانا انت بس مقله باعمالك يعني بنلاحظ كل فتره وفتره لحتالي تنزلي عمل جديد مزبوط. هل السبب بيعود لشركه الانتاج ولا هيك بتحب تكون انتقائيه يعني لا. هلا انا اكيد بحب نقل الاغاني يلي بدي نزلها وبذات الوقت كمان اكيد شركه الانتاج لها كثير تاثير يعني انا كل شيء عم بقدمه عم بكون انتاج شخصي هيدا اكيد يعني باخر الفنان انه يقدم اعمال ويعطي اكثر يعني ويبين اكثر. انا شكلك عم بكزت المشكله لا براسك لا انا يعني عم بكتشف وجهة نظري كانت دقيقه بالاول لانه في نوع من لنقول قواعد فرضت في عالم الفن المعاصر كبزنس أثرت كثير بأنه تمنح فرص لأشخاص غير مناسبين وتاخد فرص صح. من أشخاص مناسبين صح. الناس اللي عندها مبدأ وعندها عقلية معينة ولنقول تمشي على الميثود أو على المدرسة والقواعد بيصعب عليها ان هي تساوم او تفاوض. مش بالضروره تكون شركه الانتاج غلط بس هي شركه الانتاج عندها وجهه نظر والفنان عنده وجهه نظر وهذا ما بيجعل من الفنانين الناجحين انه هن غلط ولكن عم نعاني نحن انه الفنان اللي عنده وجهه نظر صعب انه يلاقي شركه انتاج تفهم عليه فعم نصير مثل ما تفضلت يعني اعمال قليله كثير مدروسة لأنه عم نشتغل للفن يعني مش عم بيشتغل لأنه والله بس أنه أعمل شيء وخلص انتهينا يعني حلو مزبوط لأن في شركات مرات بتفرض إشياء يمكن الفنان مش مقتنع فيها أو نمط معين من الأغاني هلأ شركات ما عندهم بادجت ولا شيء يعني بيجيب الألبوم وأنجأ إذا وزعوا لك إياه بيقول لك أنت صرف كل شيء وهيدي يعني هيدي بتكون جيب كتير كبير طيب شو رأيكم هيك نسمع شيء من مع بعض يكون تقولوا شيء مع بعض هيك والله انا بمشي قبل شوي كنا عم نحكي على البنت الشقية نعطيها حريتها وكل شيء تفضلي نقي انت ليك الجالونتري
اكتب عليك اكتب عليك اكتب عليك اكتب عليك اكتب عليك اكتب عليك لو كنت بحبك لسه اكتب عليك اكتب عليك لو كنت نسيتك همسه يسلم صوتكم. Thank you so much. مكملين معكم في هذه الحلقة المميزة من أولى ليالي رمضان في بي لايف. أكيد في رمضان يكون السباق الكبير، غير أنه نحاول نقضي شوية وقت في العبادة، لكن التلفزيون والدراما بيأخذوا وقت أكبر من المشاهدين للأسف الشديد، والسباق هذا الموسم يعد بالكثير من المفاجآت. هذا الشيء اللي رح نحكيه عنه بعد لحظات من الآن، ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا.
التصاميم يلي شفناها من توقيع ضيفتنا سوليدا مرقص طبعا رح تكون بضيافتنا اليوم، ومثل ما تعودتوا بليالي رمضان دائما بيكون في عنا اشهى الحلويات، وفندق الريفيرا ببيروت طبعا هالفندق العريق دائما مرافقنا، والشيف الاحب على قلبنا نحن ببلايف الشيف فؤاد شرف كمان بضيافتنا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. الله اكرم ينعاد عليكم يا رب. شو هيدا يا شيف؟ يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. هلا بلال كان بده يخرب لك شوي بس منعناه. هلا عمل لي هيك. شو في عنا اليوم؟ اليوم حاضرين تشكيله صغيره من الاشياء اللي هلا كثير دارجه اللي هي الكورنيتو. هو عباره هيدا كورنيه، هلا انا الفيلينج تبعيته هي حلو العربي محشيه مع قشطه وحلبي اكيد مع القطر. كمان بالاضافه محضرين العسمليه بالكريم باتيسير مع القشطه، ومحضرين كمان التارت عسمليه، محضرين هون التارت بحشوه أشتة. جوز الهند، قشطه جوز الهند. أوكي. ومزينه بصوص الكراميل مع البلوبري. هيدي جديده، هذا شيء جديد عم ندوقه. وهون في عنا الكورنيه ريد فيلفت. اوكي، معودين على طول ناكل الفيلفت ريد فيلفت ككيك، اليوم حتى وانا عاملها ككيك ككورنيه كثير مميزه وحلوه وكمان كثير طيبه. هذا الشيء اللي هلا كمان جديد السنه عاملوه. صح، هذه السنه حبينا نغير شوي، عم نفوت على هذا الستيل اكثر. وهون شو بعد في عنا شيء؟ هون محضرين العسمليه مع زهر الليمون بس معمول بطريقه السكر، اذا بلاحظي مثل هيك ميني بول صغار، هدول طعمتهم زهر الليمون، حتى نستغني شوي عن زهر الليمون اللي عاده كل المحلات الحلوه العربي بيستعملوها. اوكي. هيك عملنا كومبينيشن بالاشياء القديمه مع الاشياء الجديده. تقديمه جديده. وهونيك زيت الشحن على مظبوط. هون عندنا التارت بالفرومواز. نعم. اوكي، كمان الكريم تاعيتها هي عباره عن كريم باتيسير مع قشطه كمان. اكيد ضيوفنا وبلال بعد شوي رح يطلعوا عليك، هيك رح يدوقوا كل شيء حضرت لنا اياه، رح نرجع لك بعد شوي. اكيد انا بانتظاركم. وهلا عوده لعند بلال وضيوفه. ما بدك؟ طب اوكي. طب جيبي شيء. عيب برنامجنا وحلو بقول لهم كرم ضيافه رمضان كريم. What do you want مستر؟ يعني في عندك ضيوف، في عندك بيوتيفل ليديز، في عندك انس، اي شيء يعني جيبي اعملي لك تشكيله وتفضلي. تكرم عينك بس مثل ما ذكرت في بدايه هذه الحلقه بانه السباق برمضان عاده بيكون الدراما اللي بتكتسحها كل الشاشات العربية، انتجت خاصة للمحطات، انتجت لشركة الانتاج، والفائز الأكبر يكون المشاهد إذا كانت فعلا مادة قيمة تقدم الجديد. راح تعرف في هذه الحلقة عن شو راح يكون السباق الرمضاني لهذا الموسم مع الصحفية الزميلة ندى سعيد. أهلا وسهلا فيك ندى. أهلا فيك. شو رمضان كريم. الله أكرم. مش راح أقول يعني كليشيه انه ان شاء الله بيجيب السلام، ان شاء الله بيجيب المحبه، يعني المحبه بتكون موجوده بلال، بتصفى القلوب، ما بعد فيه ولا اي مبرر لاي قتال. فعلا صح، ان شاء الله المحبه بتعم بكل العالم العربي لان احنا بحاجه لها، والصلاه اكيد لانه كل ما بنصلي بنقرب من الله والله بصير يسمع منا. اكيد. طب ما نحكي عن الدراما، ندى كانت عم تدردش مع ضيوفنا. نعم. وعم بتحاول هيك نخليهم يغنوا مع بعض بما انه اثنيناتهم بيحبوا اجنبي، فلازم نغني اجنبي اليوم. هلا بعدنا عم نفكر، بعدنا عم نفكر باي اغنيه. انتوا فكروا احنا عندنا جوله انا ولادة على الدراما العربيه قبل ما انتوا تكونوا لقيتوا لكم شيء مع المايسترو هيك شيء غير شكل اجنبي. ايه تباحس. من وين بدنا نبلش؟ كيف اول شيء تقييم هيك انغوسو مودو، شو تكون التشكيله هيدا الموسم؟ بفتكر من بعد سقطة الاعمال الرمضانيه السنه الماضيه ما كان كثير في أعمال أخذت ضجة غير سرايا عابدين يعني، وبعض الأعمال القليلة السنة بتصور أنه رح يكون في تقييم أفضل من قبل النقاد للأعمال الدرامية بال 2016، خاصة أنه رح تجيب كثير من أسماء الفنانين خاصة بمصر اللي كانوا غايبين صار لهم فترة عن الشاشة، رح نشوفهم بكم كثير كبير. سنك رح يضل في عنا أعمال مشتركة يلي هي هيدي كوكتيل صار موجود بالأعمال الدرامية، رح تضل تستقطب المشاهد. هي بتستقطب المشاهد لأنه عم تجيب أسماء نجوم عم بيمثلوا، عم تستقطب المنتجين مع أنه عم يدفعوا كتير بلال، يعني كتير عم بتكلف غالي يعني صعيد الإنتاج وكلفة الأجور الممثل يعني. صح. هلا عم تكون قصص خفيفة مهضومة، يمكن مش عم تترك بصمات كتير كبيرة على صعيد الدراما، لكن يلي حابب هيك يكون مرتاح ومتسلى عم يحضرها. وعنا كمان الأعمال الخليجية يلي دايما يعني عندك سعاد عبدالله وحياة فهد يلي هني
شو بيقولوا اللولة بالأعمال الدرامية. شو بالنسبة لك ميزة العمل الخليجي؟ نعم. شو ميزة العمل الخليجي؟ ميزة العمل الخليجي السنة أنه داخل على التابو يلي كان محضر أنك تحكي عنه، يعني سعاد عبد الله بتجسد لك قصة هي أخذ جايزة قبل بال 2012 كأفضل رواية، بتحكي عن شاب كويتي انغرم بفلبينية، هو من عائلة ميسورة جدا، وبتعرف أنه هيدا شيء ممنوع، وجربوا الأهل أنه يخبوا وجربوا أنه ما يخلون يبين هالشيء للعلن. سافرت الأم محامل بولد على الفلبين، عايش هالولد بفترة كتير طويلة بالفقر والتعتير، والهيدا رجع بعدين رجع على الكويت ليرجع يشوف عائلته، اكتشف انه الوالد متوفى، كان حرب الخليج. يعني بتحكي عن هالطبقية يلي ما حدا عم يتقبل الحب، انه اذا كان في طبقية بيناتهم او اختلاف في الديانات او اختلاف في البلدين، يعني هذا الشيء كتير مهم. يعني مواضيع يمكن تنطرح بصيغة جديدة وطريقة جديدة، حتى حياة الفهد يلي رجع على الكتاب من بعد، يعني هيدا العمل يلي رح تطلع فيه السنة، صار لها من 2003 ما كانت كاتبة، رجعت بعمل السنة رجعت خلصته. وكمان قصة أنه الطبقية، قصة المعاناة، قصة المرأة التي أو الشخص يلي ما بيقول بيشكر ربه، حبت شخص وما تزوجه، تزوجت رجل كتير عملها بطريقة كتير جيدة، ورجعت تركته لصالح الحبيب الأول. اجيها ولد معاق ورجعت بعدين لقيت حالها أنه منا قادرة تكمل هي وياه، جربت ترجع لزوجها الأولاني، لقيت أنه كل عائلتها وأهلها كلهم تركون، اضطرت أنها تبيع النخلة حتى لترجع تعيش. يعني كمان هيدي قصة بتقول أنه نحنا أيام أنه ما بنقول نشكر الله على الحياة اللي ربنا عطانا إياها، على قدرنا، على مصيرنا، عشت بالفقر وبالعذاب، كمان هيدا بيعالج واقع. فعلاً. قبل ما نكمل بس مع حوصلة الأعمال الدرامية لهيدا الموسم، أنا سؤالي، أنا بتابعوا شوية الدراما برمضان ولا لا؟ منتابع. أنا بتابع، يعني إذا كنت بلبنان إيه بحب تابع. أعمال لبنانية أكتر شيء ولا بتتلون اهتماماتك؟ ما هي اللبنانية صارت منوعة، يعني فيها مثل ما كنت عم تتفضل وتقول، فيها نجوم مختلطة من سوريا من مصر، عم بكون يعني إيه بس كون بلبنان بحب تابع. أنا شو رح نسافر، رح يكون عندنا وقت؟ أنا رمضان صراحة هو مرحلة إجازة بالنسبة لي أكثر، بجرب أني ما أشوف تلفزيون أوكي واخذ استراحه وريح اعصابي بس، وخصوصا انه صار في تخمه من مزبوط. تخمه يعني صار ما بقى تعرف انت تميز الغث من التميم، ما بقى فيك تعرف هذا عمل خي بيسوى، لانه لا عاد مثلا اسم الكاتب له علاقه ولا اسم النجم له علاقه. كنا نعرف مثلا لما في عمل لنقول فيه نور الشريف مثلا او اسامه انور عكاشه او مثال او احدهم، ما بدي احكي عن السوريين تما يقولوا انه انا عم بحكي عن حدا دون الاخر، ولكن كنا نعرف العمل من عناوين من الاسماء، هلا ما بقى نعرف. صح. فصرت بدك تغامر، انا بدي اقعد ضيع 30 نهار والله عم بحضر مسلسل يطلع اخر شيء الحبكه تبعته، لانه انا زلمه قارئ روايه، وانا زلمه قارئ بحب القراءه كثير، بحب السينما، بحب المسرح كثير، فالدراما صار فيها تجرى يعني مثل ما تفضلت في نوع من التجارة، فصرت اتلافة. لكن السنة الماضية حضرت العهد، كان عمل فيه شيء جميل ومتميز وخاص فعلا. وحضرت كمان مسلسل عادل إمام الأستاذ اللي هو كان أستاذ في الجامعة وبصير وزير، كمان كان عمل حبكته جيدة، ما ندمت أني حضرت هدول العمل. نشوف هيدا الموسم شو حيعمل هذا الموسم عادل إمام، يعني حرام بعد ما بلش سربوا له 5 حلقات على اليوتيوب واضطروا أنه يشلوها يعني القسن. بس أنا هو بدي أسأله قبل ما نكمل، رح تحضر الفوتبول؟ لأنه السنة رمضان يعني الأعمال الدرامية رح تنافس بطولة أوروبا للكرة، رح تتابع الفوتبول؟ أنا زلمة باين ميونخ
إذا فريقي بعده عم بيلعب بدي بحضر، إذا خسروا وسودوا لنا وجنا الله لا يعطيهم العافية بدي بطي. راحوا جابوا لي هذا بيبي جوارديولا قلنا هلا راح يبيض البخت هذا، ما بدي أحكي أكثر، خلي الطابق مستور. بلال أنت شو راح تتابع ولا كمان فوتبول؟ لأنه أكثرية أكيد بدي تابع أكيد. بعدين صاير ترند الفوتبول، يعني هيدي الموضة. الله ينعم عليك. بتحسي مثلا في مرحلة من المراحل كان وين ما بتروحي بالأماكن العامة كليبات أغاني كليبات أغاني، هلأ وين ما بتروحي رياضة سبور رياضة خصوصا فوتبول هو الترند الجديد، يعني صار يعني حتى الناس اللي مش مهتمة فاتت بمود التشجيع وصارت هيدي حالة الحضور بالأماكن العامة لنقول أكيد مشيت الترند يعني. طب يلا قبل ما يدهمنا الوقت بس هيك نكفي ونرجع لعادل إمام يمكن. نعم إيه؟ مأمون وشركاء هون نعرف أنه ابنه هو يلي كمان رامي يلي رح يخرج العمل. يعني عادل إمام ما بدك تقول إذا عمل ناجح ولا لا، يعني الاسم يفرض نفسه ولا يمكن هيدا النجم الكبير أنه ينزل بأي أعمال ما تكون يمكن على المستوى. هو صار له زمان يعني كان بالسينما وهلأ عودته للكوميديا، الناس متشوقة لقله متشوقة لهالنوع من الأعمال ومع لبلبة يعني اللي شكله ثنائي بالأعمال السينمائية. يعني أسماء كبار هون كنت عم تقول أنه الأسماء الكبيرة غابت، لا السنة راجعة كثير من الأسماء الكبيرة تماما. أنا علما أنه للأسف الأعمال السورية رح تكون كتير مغيبة برمضان، يعني صفت أعمال مشتركة بس مش مسلسلات كتير سورية، يعني ما قال الطابع السوري. نعم. بعدين في شغلة بدنا نحكي عنها أنه في هالأعمال اللي عم تنعرض على عدة شاشات وعم بيكون عليها متركاج بالإعلان، يعني تلقائياً المشاهد بده يحضرها. كيف عم تجرب أنت صح. عم بتشوف هالأعمال عم تنعرض على عدة شاشات، السنة الأعمال السورية رح تكون مقتصرة على شاشات محلية ومش رح تكون مع يمكن بعد رمضان تاخذ درجه حقها بيشتروها اللي بيعزينا اللي بيعزينا بهيدي الشغله انه الاعمال اللي حتى اللي انشغلت بالماضي يعني بالسنين الماضيه لا زالت تعرض ومطلوبه ويعني لم تفقد صرنا باي جزء يعني بريقه ولا قال انا هذا ما بصنفه سوري يعني اي ام سوري اي ام سوري ما بصنف سوري هذا العمل بس لانه ما بيمثل واعي حقيقه واعي الحقبه يعني تاريخيا في مغالطات كبيره يعني هذا انتقاد موجه للعمل صار من كثير نقاد يعني مش وجهه نظر اكيد واصلا كان عليه كثير كثير لغط. بس قبل ما نكمل عزيزتي ندى بس ناخذ اتصال من موريتانيا. محمد مساء الخير. هاي رجاء مرحبا حبيبي رمضان كريم. مرحبا بيك حالك؟ الحمد لله الله يسلمك طمني عنك. بخير الحمد لله تمام. كيف أجواء رمضان عندك؟ رمضانك مبارك. وعليك يا حبيب القلب مبارك على الجميع إن شاء الله كل أهلك وناسنا في موريتانيا. خبرني كيف عم تشوف أول سهرة وكيف أول يوم عندكم رمضان؟ شكرا يا محمد الله يسلمك. كيف ننسي؟ ننسي كويس بتسلم عليك قاعدة تاكل مثل العادة. انقطع الخط. تحياتنا لك يا محمد وخلي ننسي تبعت لك شوية حلو. ندى بنتابع سريعا. عندنا يسرى يسرى فوق مستوى الشبهات. أول حلقة يعني عملت خبطة لأنه طلعت يعني بفتكر أنه يسرى ولا مرة عملت أعمال منا حلوة وهالمسلسل يبدو من أول حلقة شد المشاهدين خاصة لما شافوها أنه هالتلميذة يلي عم تتشارع هي وصديقتها ووقعتها عن الشرفة وبترجع عم تخبر حكيم النفساني شو عم بيصير معها تلاقته عم بيسجل هالاعتراف واضطرت أنه تقتله. يعني عمل بتصور أنه الناس بحاجة هيك لأعمال تجمع الأكشن يلي نحن لاحظنا أنه هالفترة صارت أعمال الأكشن يعني كمان عم تاخد منحة كتير فعلا. كبير بالدراما على قنوات روتانا في جريمة شغف. نعم اللي موجود يمكن كمان على كذا محطة. هيدا أول عمل إخراجي لوليد نصيف يلي برع بأعمال بكليب كتير فعلا. نعم بتصور نادين الراسي صرحت أنه هيدا دور جديد لها وما سبق أنه قدمته.
أنا بدي أرجع أحكي على الأعمال المشتركة يلي هي رح تكون خفيفة يمكن بنظري يمكن ما تترك البصمة القوية على صعيد المسلسلات يلي رح تلاقي بعد وقت طويل ينحكى عنها، لكن هي أعمال مهضومة اللي بحب يتابع قصص حب قصص هون بطل في ثنائية معه صار في خماسيات لأنه خمس ستات قصص يلي عايشينها الغرام الحب حول رجل واحد يعني فيها نجوم أسماء كتير كبيرة في أمل عرفة؟ نعم أكيد أمل عرفة حبيبة قلبي حبيبة قلب الكل سوري أنا بعترف أنا في غرام كبير لأمل عرفة كلنا بنحبها كفنانة كإنسانة مميزة لا إن شاء الله أنه هالأعمال كلها تاخد نسبة مشاهدة نسبة مشاهدة نعم أوكي نعم. قبل ما ننتقل للعمل اللي جاي نورة من الجزائر نورة مساء الخير مساء الخير بلاد مرحبا وسهلا زحفتوركم أهلا وسهلا بكم سحبتوكم الله يسلمك أش فطرتوا اليوم؟ أنا أخذت بابي بس صار لي زمان وأنا أتابعك حتى صار لي خمس سنين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سعيد أن نشوف ناس عم يتابعونا لخامس موسم نفتخر بكم حبيت بكم بحب كثير الأغاني اللبنانية بحب ليل مانسي كل المغنيين على حسب قلبي الله يسلمك ويحفظك يا نورة أش فطرتوا اليوم؟ ما شاء الله بصحة بصحتكم بصحتكم تحياتنا لكم يا نورة ميرسي بوكو رمضان كريم يلا بنتابع بدنا نقول انه جريمة شعب انه بصوت ملحم زين ملحم زين وكمان مسلسل ياريت يلي رح يكون كمان ماجي أبو غصن وماكسيم خلي كمان بصوت إليسا يلي أول مرة رح كمان تغني شارة مسلسل وهو بدي أحكي أنه يمكن هاي اللي تاني مرة لأن كان في لو قبل أوكي قبل مزوشي أنه كمان عم يجرب يستقبل المشاهد بأسماء الفنانين يلي عم بيغنوا حياة الفهد رح يكون عندها مجد مهندس وعاد عبدالله عبادي الجوهر أخطبوط العود أسماء كبيرة ما شاء الله عم تعمل شارات هالموسم عم تعمل شارات مسلسلات هيدي هون إن نسأل أنه أنت مع أنه الفنان يخدوه كمصيبة يعني لاستقطاب الجمهور لغناء المسلسل ديش بيعطي بنظرك الصوت دفع للمشاهد هلأ إذا ضمن السياق ومناسب بالعكس شيء جميل يعني بيضيف قيمة للفنان وللعمل أكيد. بس إذا شيء سوري ملزق تلزيق يعني حكينا مثلا شو اللي ما حبيته شو اللي حبيت أمتنع عن التصويت إليانا شو رأيك هلأ صارت كتير موضة أنه فنان معروف أنه يغني الأغنية تبع المسلسل أنا بدي أخبرك شغلة أنا بعد استوديو الفن عملت صبارة سنابل الحب كان مسلسل من بطولتي من إخراج الراحل أنطوان ريمي وبكل تواضع يعني كنا من أول ناس إنه بيتغنى الجينيريك يعني ما كانت بعد وقتها على الموضة الشغلة وكنت أنا وقتها تغنيته بصوت جينيريك المسلسل هذا الأغاني اللي كانت بالمسلسل بقى وقطعت فترة يعني ما عادت صار إنه ميوزك بس وبعدين رجع الموضة بتحسيها رجعت رجعت يعني أنا مثلا كنت في موازين ولما طلعت شيرين حبيبة قلبي على المسرح وغنت أغنية مشاعر وغنت أغنية طريقي من مسلسلها الأخير الناس كلها حافظة الأغنية وتفاعلوا مع الأغاني بشكل مش طبيعي يعني تعلق بذهن الجمهور أكيد لأنه مناسب ضمن السياق يعني شيء لابق لبعضهم طبعا صح هذا صح هذا شيء جميل طيب شو بنختم هالفقرة بشيء نسمعه منكم أو منفرد وبعدين بنشوف موضوع دويتو بعدين ومكملين معنا ده أكيد بعد الفاصل بباقي المسلسلات يلا سمعونا بلش أنا فضلي إلي أنا يلا بس بسام يلا الصحارى البعيدة وتضوي على ظلي
أول ليلة من ليالي رمضان في بي لايف. رايحين على فاصل قصير ونرجع ما تروحوش بعيد. يا بجوه الخير تفضلوا. ومنرحب طبعا بالمدير الفني للفرقه هادي سليم. اهلا وسهلا فيك. بونسوار. اهلا وسهلا فيكم. ورمضان رمضان وانتم بخير يا رب وينعاد على البلد وعلى كل البلاد العربيه بالف خير وسلام ان شاء الله. طبعا كاليستا جروب مرافقنا من سنوات، خبرنا كيف التحضيرات لهالموسم؟ موسم كبير يعني. لبنان الحمد لله بيضلوا بالرغم من كل المشاكل اللي مروا فيها بيضل في عنا افراح، بيضل في عنا اعراس، بيضل في عنا مناسبات حلوه. نعم. تحضيرات كاليستا السنه شوي غير، اكيد محافظين على الفلكلور، وطبعا بس في شويه اتجاه نحو التك دانس بلشنا نسميه، دخول الليد لايتنج، دخول الاشياء التكنولوجي حتى مأسري على الراس معنا. فان شاء الله رح تلاقوا من كاليستا اكثر من لوحات جديده مميزه جدا. مثل شو اللوحات الجديده؟ يعني في عنا الليد دانسينج، في عنا درامز وذ ليد، عم يدخل الميوزك التكنو دانس، حتى الهواره اللي سمعتوها هلا اللي هي من اقدم اغاني لبنان او التراث اللبناني او التراث العربي احسن من نختلف عليها بيننا. نعم. بيننا وبين كم بلد عربي. لا ما
شفتوا ما عنده مشكلة. طبعا هذه هتكونوا متواجدين معنا بأكثر من ليلة من ليالي رمضان. رح نمرق أكثر من أشياء. كيف بنوعد المشاهدين هيك بأشياء جديدة؟ يترقبوا بيروت دايما رح نكون موجودين من الأزياء طبعا تصميم أزياء راندا البتلوني كوريوغرافر عامر إبراهيم. وين راح عامر؟ صحب عامر كان عنده إصابة صغيرة كمان حابين نوجه له تحية ولكل أعضاء كاليستا جروب اللي ما شاركوا معنا اليوم كمان رح يرجعوا يكونوا بحلقة تانية. نتمنى لكم كل التوفيق يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. ثانك يو يعطيك العافية ونشوفكم الأيام الجاية. وهلا لعند بلال وأنا جاية وأنت جاية يا 100 ألف أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالفارسة. اهلا بالفارسة. لا نحن انا بعرف اذا كنت وقعتي ولا لا بس انه انا دقت شيء ولا بعد. انا لسه ما دقت لانه هو الشيف لما كان عم بيحكي قد ما حكى ما بقى عرفت انا يعني بالسوري بقول طاش حجري ما عارف وين بدي اضرب بقى. جمع له حجرات وقلت وين بلش. هيدي عسمليه مع كريم باتيسير وقشطه. اوكي هات نشوف بدك تنصحنا. شو دقت؟ انا دقت هيدا الشيء انا بشتغل بالتسويق فما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول الظهر. اي والله نانسي شو دقت انت؟ انا دقت الكورنيت. حلو على الكورنيت وبعد ما دقت كورنيت ودقت الثاني كمان ويو كثير طيب. إليانا بس شكلك تنتبهي على حالك. بنتبه أكيد. بس هون بقدر على حالك. هلا ما التليفون عم بتصور يا خيب جاي كنا نحن بنصور نحط على ال تليفونك وين زي تليفونك معه؟ جايب تليفوني معي بس ملتهي عم باكل. دوق هيدا بلال كثير طيبة. بس مش كثير حلوين هيدا مش حلوين مش بسمية. مش بسمية ما فيهم شطارة. بس بتاكلي كثير وما بتحبي. لا بس بحس جسدي كيف بياخذ وزن مش هيك بعدين بتحس انت خلنا انت حياتك لدوقهم كلهم وحده وحده لازم هذا الشيء كثير طيب. هذا كثير طيب. كله بيستول يعني كراميل بقلبه بالاخر ناخذ شيء اللي استعجل لحقهم كلهم قبل الفقره ناخذ انا باخذ لضيفتنا هون هي عنا ريد فيلفت شيء بالحوم هذا طيب كمان اول ديزاينر سريده من راس. اهلا وسهلا فيكي نورتينا. هلا بجيب لك وعليكي هيك نستقبلك بالحلو. الحلو لازم له حلو. اول شيء انا اي لاف الاشياء اللي شفناها ببدايه الحلقه عن جد كثير كثير حلوين. ثانك يو فيري نايس. اهلا مصرين انس يا عمي ولا العظيم نحن حط لك علبه ولا العظيم تاخذها معك. لا لا بعدين علبه حرام تاخذ معك دونت وري. طيب لقمه وحده كثير طيب هذا الشيء. سجيده جيتنا خصيصا من دبي على فكره من دبي من دبي دار الحي. الله دار الحي يا ميت اهلا وسهلا. انا كثير بحب رمضان كمان دبي كمان بنحييهم. اليانا لابسه من عندك صح؟ صح إنه الشرف إنه أليانا لبسة من عندك. كتير حلو حلو كتير حلو اللون اللي بقلك. مين اللي اختار اللون؟ هي اختارت صراحة. هي قالت لي أنا اليوم بدي لبسك واختارت لي الفستان وليك اللون حلو والفستان. أنت من عند مين لبسة؟ أنا لبسة من حسين بزازة. أيوة تحياتنا له أكيد. أوكي بلش مع المغز يلا صحتين. كتير قريب اللون على كام وجه اختيار كتير حلو كتير. ندى ما بعرف اذا حتشوفي بس ايه يلا كان بغني انا حبوا اخبركم ايه اوكي هيدا الفستان ميشته مقصوص بالليزر فستان مقصوص بالليزر مع شواروفسكي اكيد اون ذا توب لمعه يعني ينفع فستان خطبه يعني نحن هلا برمضان كله ببلش يتحضر لبعد عم يتحضروا لبعد رمضان للموسم الجديد. هيدا كمان ينفع فستان خطبة. الكالر كتير محبوب بيلبق على كل الوان البشرة يعني صح للشقر وللسمر. هيدا الفستان من قماش الفي والفلاورز معمولة بخيوط الحرير. فالقماش نحن عاملينه يعني تصنيعنا. شو
جديدة في ثيم هيك مختلف لكل كوليكشن بتعمليها بتعتمدي انت هيدا الموضوع؟ اكيد هلا الاخر واحد كثير عم نشتغل على الفلاورز. اوكي قصيت الليزر والفلاورز يعني البريفيوس كولكشن اشتغلنا كثير على الدانتيل سميناه تصاميم موقع بالدانتيل بس هلا لا طلعنا شوي من الدانتيل على قماشات جديدة يعني وحنحضر لفاشن شو يعني امتى رح يكون؟ ان شاء الله بسبتمبر حيكون بالفاشن ويك بنيويورك اوكي نايس سو قديم حماس لا بدك تروح بلال طلع بالون وراك يا ريت اكيد اكيد بنتشرف بالبلاجر ديفينتلي غيرنا شوي يعني ونزلنا قماشات جديده وخلطنا بين دانتيل وخيوط الحرير في اشياء مشيت مشتريها جاهزه في اشياء نحن بنعملها انا كل المصممين اللي بنستقبلهم هنا في لبنان عايشين بلبنان فيمكن الشغل هنا اسهل احيانا بدبي كيف الشغل سهل الاقمشه متواجده او لازم تسافروا دائما بيجوا لعنا من لبنان ومن ايطاليا ومن فرنسا بيجوا لعنا نايس يا حلو بس هل بتحضري اشياء خاصه لرمضان عاده او بتعتلي بتصاميمك هلا نحن عندنا يعني محلنا اسمه سوليدا برايدل فاشن يعني كل شيء برايدل سبيشال اوكيجن دريسز يعني للمناسبات الخاصه عرس خطوبه عندنا عبايز عبايز بنعملهم كمان للسبيشال اوكيجن يعني هلا بنشوف بالاخر بتلبسها فوق فستان السهره بتكون سبيشال عن غير نوع عبايه نايس يا خلونا نشوف هيك بنقترب اكثر من السبيريت تبع سوليدا وتصميمها تفضلوا اليوم هيدي اول عبايه مرات بالاعراس بيلبسوا هيك يعني فوق بحط العبايه فوق الفستان بتحط العبايه بس العبايه بتكون شفافه مبين الفستان يعني ما بتغطي العبايه وبتكون هيك سمبل ما فيها شيء ما فيها شك ولا ممكن هلا شك لانه هلا بنشوف في شيء مدخله دانتيل حركه بنحاول نعملها سمبل اوكي هون هيدي فيها العباية فيها دانتيل فرنش ليس وريبنز وكمان مثل ما شايفين انه مش مغطي الفستان بس عاطي كتير انوثة هيك وإليجان يعني كتير إليجان بتكون و ندى إليانا حبيته كتير حلو كتير حلو أكيد حلو ليه انت عندك تمييز عنصري ضد سوري لانه عارف رايي ما لي وجود يعني انا لا بالعكس انت يمكن الصبايا رح ياثروا فيك لا في رايك انا بياثروا في الصبايا اكيد بس بغض النظر جد شيء كثير جميل ما هيك الالوان بتحب الموضه انا بتتابع يعني بتشوف شو في اشياء هيك انا بحب الجمال بكل اشكاله يعني وبدي لكم الليله فيها ميزه هي ليله الاناقه يعني حلو كثير أناقة الأزياء وأناقة الحضور وأناقة الكلمة وفي شيء هيك في شيء حلو وظابط الليلة نايس هلا إذا ظابط معنا الديكور بدنا نحيي كل اللي اشتغلوا عليها أكيد جيلبير ورنا سلام تحيتنا لرنا اللي أعطيناها البروجكت ب 24 ساعة أقل من 24 ساعة and she did an amazing job تحيتنا الكبيرة لل الاميزنج كرييتيف رنا سلام فوالا نكمل شو مسلسلات في عندنا بعد في شوي نكمل في ثلاث مسلسلات بيقولوا لي الشباب ليلى علوي نص يوم ليلى علوي ناس ناطرتها لانه اخر اعمالها ما كانت يمكن كثير لاقت رواج يعني وهي اسم يعني كثير كبير في عالم التمثيل بتصور انه هي ودافنشي نشوف شو حتعمل مع دافنشي رح تاخذ يمكن يعني حسب الروايه وما كتب عنه العمل رح يكون بالمستوى المطلوب وعوده لها كامباك لها بنقول لها ناطرينك باعمال عن جد حلوه ودائما الممثل لازم ياخذ الدور يلي بيناسب عمره يعني ما في يتصاب الممثل بيطلع فيك يعني ليلى علوي اخر اعمالها كانت عم تاخذ ادوار لا أصغر ما فيك بلال بدك دل الإنسان ضمن عمره بالدور اللي عم يعمله قد ما المكياج بيساعد لكن بفتكر أنه بتحس المشاهد بحس في عنا مسلسل الخانكة أيضا الموجود غادة عبد الرزاق على البي سي ورتانا غادة دايما عندها طلعات ونزلات بأعمالها
يمكن المسلسل السنة رح يكون يمكن من أعمال الجيدة اللي رح تقوم فيها، يمكن السنة رح نشوفها محجبة كمان بالعمل في كتير من التشويق. يعني يحكى أنه رح يكون بالمستوى المطلوب. ونص يوم. نعم نص يوم. نص يوم نص يوم تيمو نادين بقى حنشوف الجرعة. يعني صباح قرر أنه ما حتى ما يكون في حدا عم بيغني شارة المسلسل. تم تسجيل الموسيقى التصويرية ببراغ، كان في 50 عازف موسيقي. هون في ثنائية لنادين جيم مع تيمو، وبتصور أنه نجحت معه قبل، ورح يكون في تشويق بالعمل ان شاء الله كمان يلاقي النجاح. هيدا عم يقوله لكل الاعمال المشتركه انه ان شاء الله يلاقوا النجاح المطلوب. ان شاء الله. تري بيان. الو بدنا نسمع شيء شباب؟ شو ايه نسمع؟ قررتوا شيء؟ لا هلا بعدنا بمرحله بعدك. خلينا نسمع شيء من انس هلا وبعدين بدنا نعمل فوضات ثانيه. أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي السهر والسود يحلى. أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول السهر والسهر يا حلال يا ليل ويطول علي يا سهر والسهر يا حلالي يا حلالي صعب علي السهر بالبعد يا غالي صعب علي صعب علي السهر في البعد يا غالي. أحن لك والهوى نار وبتكويني أقول يا ريت القدر يسعد معاك حالي. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وابعت لي جواب يا بطل وبستنى وقلبك مال بتتهنى فين كنت هويت ونسيتني وعلي جنيت ومرعتني كنت هويت ونسيتني جواب ابعت لي جواب
ببعث لي جواب ببعث لي جواب ببعث لي جواب شكرا للنوس. ثانك يو سو ماتش ميس اليانا. ميرسي سوليدا. ثانك يو ندى. ميرسي. انا بس فيني اخذ جواب من عندك ثانيتين لانه خلص الوقت. خلص وقتنا للاسف. هلا بعد الهوا بنسجلها وبنرجع مع بعض. ولا يهمك. نورتونا. ثانك يو. وينعاد عليكم بالخير. شكرا لكم. رمضان كريم للجميع. شكرا لكل المشاهدين. شكرا للي اتصلوا بينا. ونعتذر اذا ما قدرناش نحطوا الاتصالات على الهوا، لكن غدا ان شاء الله احفظوا الموعد، رح يكون عندنا نجوم جديد والسهرة كلها راح تكون لكم. يا جماعة الخير، تصبحوا على خير وصحة سحوركم. قول باي. رمضان كريم. الله أكرم يا رب. شكرا جزيلا.